نقدر نبتدي بالرز المعمر؟ يلا بينا عشان هياخد معانا وقت شوية. فاحنا نبتدي نشتغل عليه دلوقتي. الرز المعمر بيبقى صعب شويه. لا مش صعب ولا حاجه، سهل وان شاء الله هنسهله وهيطلع، بس انا بسخن الطاجن بس شويه. ماشي، يبقى اول حاجه هنبدا بالرز المعمر. شوف اول حاجه غالي اللبن تقريبا وهيعمل لنا بقى الرز. هو صعب شويه بس هو هيعمله لنا بطريقه سهله النهارده. ايه الاخبار بقى؟ ده ايه ده؟ هنبدا بالطاجن على طول؟ هنبدا بالطاجن على طول. الرز هناخد معانا كوبايتين رز ثلاثه اللي موجود عند حضرتك على حسب العدد يعني. رز مصري مغسول عادي خالص. في ناس بتفضل ان هي تنقعه، انا ما بفضلش ان احنا ننقعه يعني. هنا بقى كده هناخد معانا معلقتين ثلاثة زبدة، أربعة. والمقادير قدام حضراتكم زبدة على الشاشة والشيف بيشتغل. حطيت الأول الرز لوحده كده ناشف. ونحط معانا قشطة، مقدار كده 3 معالق قشطة، 4 رز وزبدة وقشطة. تمام. ناخد معانا حوالي زبدية. أنا بفضل الزبادي اليوناني. أنا بفضل الزبادي اليوناني. حلو كويس. أنت قلت لنا قبل كده إن الزبادي اليوناني تعمل كأن يعني الواحدة تعمل كأنها 2 من العادية. كأنها 2 من الزبادي العادية. وفي نفس الوقت هي تقيلة وميتها قليلة وناعمة وبتديني طعم فخم شوية في الأكل. أنا بفضلها في الأكل وفي العصاير وفي الكلام ده. بناخد معانا ملح وفلفل. تمام. ناخد دي كمان. هي راحت لنصيبها. معلقة ملح، مقدار معلقة ملح، مقدار نص معلقة فلفل أسمر، ونكتفي بكده. نقلب الكلام ده كله. مع بعض كلهم. يعني المفروض المفروض ندعكهم كده كويس يعني، او مش لازم، ممكن نحط اللبن دافي او اللبن نحطه سخن شويه حبه صغيرين نساعد معانا يعني القصه عشان نشوفها هتمشي ازاي. يبقى حطيت الرز وعليه زبده وقشطه زبده وقشطه والزبادي والملح والفلفل وممكن نديله شويه كريمه لباني كمان. تمام. عشان نخليه حاجة عظمة خالص. كويس؟ جميل. كريمة طهي يعني. مقدار نص كوباية كده. حلو قوي يا شيخ. هو كده بقى فخم جدا يعني. طبعا. وهنديله مقدار المية بتاعته لبن. هنديله مقدار المية بتاعته لبن. أنا مسخنه مش سخن قوي يعني. مسخنه من قبلها عادي حتى لو برد شويه بس. لا هو يعني دافي. مش مغلي. ايوه. حلو كده؟ جميل، حلو قوي. مقدار الميه بتاعته بنحطها لبن. مقدار الميه بتاعته اللي هي الميه العاديه يعني، ان هو يبقى مغلي. عادي. كأنك بتطبخيه عادي، بنحط المقدار بتاعه لبن. فاحنا عشان حاطين معانا كريمه وحاطين معانا قشطه وحاطين معانا زبادي وحاطين معانا زبده، هنعمل كده نقيس المقاس بتاعنا. احنا كده مظبوطين. تمام. يعني اللبن يبقى مغطي بالظبط كده. هو هياخد حوالي ساعه وربع. ده اول حاجه الرز المعمر، رز وزبده وقشطه وزبادي وملح وفلفل واللبن. بالظبط كده. هناخده ندخله الفرن تحت وفوق، يقعد حوالي ياخد ساعه ياخد الوش بتاعه، وبعدين نطفي فوق نهدي عليه، ياخد حوالي ساعه وربع. تحت وفوق شغاله الفرن؟ شغاله الفرن تحت وفوق على درجه 180 درجه. تمام. احنا هندخله الاول على 200 درجه عشان ياخد الوش بتاعه، وبعدين نطفي فوق ونخليه على تحت على درجه 180 ياخد حوالي ساعه. تمام، حلو قوي. بقى اول حاجه بدانا بيها الرز المعمر عشان هياخد وقت طويل في التسويه. هو الشيف حط الرز ناشف عليه الزبادي والزبده والقشطه واللبن يكون سخن شويه. بالظبط كده. جميل يا شيخ.